تعالي أقولك إزاي تحطي ميك اب مناسبة لنفسك وخطوة خطوة. الأول هنرطب وشنا، بعدها هنحط كونسيلر بدرجتنا ونبلان، هنحط الفاونديشن ونبلان، هنحط كونسيلر بدرجة أفتح مننا، هنحط برونزر كريمي ونبلند، وهنحط بلاشر كريمي على الخدود وهنثبته ببلاشر باودر. هنحط لوس باودر تحت العين وكونسيلر فوق العين وباودر الحواجب، هنعملها شعرة بشعرة. هنبدأ من الآخر، ولو في حاجة زيادة في الفرشة نرجع نعمل بيها أول الحاجة. وفي الآي شادو هنحط لون على النود، وفرشة صغيرة هنحط اللون الأغمق، هنحط لون شمر. هنأكد على البلاشر، وبنفس الألوان اللي حطناها فوق العين هنرجع نحطها تحت العين، ونحط الرموش والمسكرة، وبكده يبقى الفاينل لوك.